اهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا، وتحيه لكل اللي انضم لنا من خلال هذه المساحه. انا عاوزه احيي كل الطلبه والشباب اللي نجحوا في امتحانات الشهاده السودانيه، وخلينا نخصص التحيه لكل زملائنا الموجودين في قناه الشروق اللي نجحوا ابنائهم واللي غروا عينهم بهذا النجاح وانبسطوا. ويمكن احنا خلال الايام اللي فاتت كل ما نجي داخلين بوابه القناه بنلقى في علب حلاوه، فبنسال انه الحلاوه شنو؟ فبقول انه في واحد منهم نجح. نحن خلينا نحيي برضه تحيه خاصه لفرحه محمد عبد الله، هي ابنه زميلنا محمد عبد الله اللي احرزت نسبه 85%. محمد عبد الرحمن نحن بنحييها فرحه محمد عبد الرحمن، وبنقول لها الف مبروك وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. ويعني نسبه ما هينه، هي نسبه 85.6، وبرضه كل الطلبه اللي يعني انجزوا كان عندهم نسب عالية، نحن بنحييهم والله كلهم بلا استثناء، وبنقول لهم ألف مبروك. وبذات الفرحة يمكن الشعب السوداني جزء منه اللي مستفيد من القرارات اللي بتطلع. كانت أمس في فرحة من نوع مختلف، فرحة بتخفيض أسعار الوقود، ديل أصحاب المركبات واللي بيكبوا وقود هم بيكونوا فرحانين، فرحة من نوع مختلف. من الممكن إنها تكون هي خطوة مليانة بالتفاؤل، فيها نوع من أنواع تخفيف الأعباء على المواطن، لكن هل هي عندها تأثيرات على مختلف الفئات وعلى الاقتصاد عموما؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده باستفاضة مع ضيفنا الأستاذ الصحفي سنهوري عيسى. أهلا وسهلا بك أستاذ سنهوري. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الشروق، كل عام وأنتم بخير، ومرحبا بعودتكم من جديد إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. تخفيض أسعار الوقود وتأثيراته على السوق، نحن حنسأل السؤال ده لك، لكن خلينا نسأله قبلا للشارع السوداني ونتابع مع بعض استطلاعات الشارع السوداني وقال شنو، ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية. طيب خلينا قبل ما نمشي الاستطلاعات ناخذ رأيه. طيب خلونا ناخذ رأيه أول يا جماعة وبعد كده نمشي الاستطلاعات. طيب أستاذ سنهوري، رأيك شنو في تخفيض أسعار الوقود؟ هل فعلا هو أثر على السوق؟ يعني أول انطباع له إنه أدى جانب إيجابي، زي ما الحكومة فرضت زيادات والناس كانوا مرضيين وأسرد على حياتهم. الآن عندما انخفضت الأسعار عالميا الحكومة رجعت وغيرت الأسعار وخفضت، هذا اتجاه حميد يعني قد يكون في دول الجوار حولنا ما حصل يعني، وحتى في بعض الدول بما فيها أمريكا نفسها يعني ما رجعت وغيرت تعرفة الوقود. فده محمدة لوزارة الطاقة في أنها عادت ترتيب الأسعار من جديد. هذه الخطوة الثانية، المرة اللي فاتت كان تم تخفيض والآن بالأمس حصل تخفيض، لكن للأسف رغم هذا المجهود ما انعكس على حياة الناس في حياتنا العامة. اليومين دول المدارس بدأت والعام الدراسي جديد، التعرفة بتاعت الترحيل ما زالت قائمة للمدارس، ما تمت مراجعتها. المواصلات العامة نفسها الأسعار القديمة ما تغيرت، أسعار سيارات الأجرة من ركشات لأمجاد لتاكسي. السفر يعني ما هي زيادة بسيطة، ممكن الناس اللي كبت بنزين أمس وكانت بتكون في الفترة الماضية لاحظت الفرق. طبعا هو الافراد يتاثروا مباشره لانه بيدفع باعتبار انه بيستخدم مركبته الخاصه، لكن احنا بنتكلم عن انعكاسها على حياه الناس كلهم، اللي بترحل اولاده للمدارس، اللي بترحل هون لمواقع العمل بالمواصلات الداخليه. انا اقصد يا استاذ سنهوري انه هي نقصت حتى للزول اللي بكوب، يعني حتى سيد المواصلات اللي بيمشي بكوب نقصت له القيمه، لكن لا زالت القيمه بتاعت التذكره هي ثابته ما نقصت. لشنو؟ لانه ما في رقابه، يعني لو في رقابه من السلطات، اداره النقل بتروح ولايه الخرطوم او في بقيه ولايات السودان او من ولايه حكومه الولايه وامانه الحكومه، وحتى وزاره الطاقه نفسها في انه تتابع المشروع ده، بيحتاج انه ما حصل من تخفيض هو انعكس على التعريف، زي ما حصل من زياده زادت بموجب تعريف المواصلات. يعني الان المواطن ما بحس بالاثر ده، بسمع فاكس الاعلام، بسمع مغطاة الاجتماعي، لكن ما حس به في جيبه، بيحتاج انه لو ركب التذكره اللي لو كان جاي من اي منطقه للخرطوم او من داخل مدن السودان. طيب خلينا نتابع يعني التقرير جاهز، نتابعه نستاذنك ونتابع مع بعض وبنرجع ثاني نواصل في ذات المحور. والله انا طبعا الحمد لله رب العالمين قال اقتصاد، لكن عن تجربه في السودان الشيء اللي بيحصل ده ما حصل، يعني حتى الدولار لما يحصل له ضرب ما قاعد تنزل معاه الاسعار، فبتبقى الاشياء ثابته، وبعد ذاك الاسعار بتكون زي ما هي بل بتبقى تصاعديه. ف
فانا ما شايف انه في اي تاثير لانخفاض الانخفاض سعر المحروقات ده، لانه اساسا اوتوماتيكلي المفروض تنزل معاه الاسعار باقي الاسعار، فما في حاجه زي دي حصلت. ويعني في ربكه في الاسعار صراحه، فسعر الوقود بينعكس على حاجات كثيره اللي هو بيبدا بالترحيل والحاجات الثانيه وكله بينعكس يعني ماشي. هو الاقتصاد ده مربوط مع بعضه، واي زياده في اي حته بتنعكس بالذات المحروقات لانه مربوطه ارتباط وثيق بالترحيل وكده. الانخفاض ده اي مواطن يعني من مصلحته انه البلد تتخفض، يعني لانه انخفاض البنزين ولا المحروقات عموما يعني بتنزل حتى في ترحيل، يعني بتاثر يعني انه حتى اسلل انا وضع رحيل حاجه يعني من السوق المركزي للعمارات مثلا كويس، فاذا اشيلها مثلا ب 100 مليون ترحيل ممكن انا اليوم اشيلها ب 50 مليون مثلا، ولانه دي كلها بتجي على المواطن. لما انا اشيل الترحيل الحاجه ب 100 مليون الرحيل ب 100 مليون معناه انا هاخد المنصرف ده على السلعه دي، فمعناه انا حبيع للمواطن بسعر اعلى. يعني لازم يا حب هسه الحمد لله انه البنزين نقص، وعشمانين انه يعني الجاز زاد وشنو ينقص، والشعب شويه يعني مضغوط شديد يا حب، بس ذاته لو يعني المزورين كلهم يحنوا علينا وريحونا شويه، زادوا لنا الحياه نقصوا لنا الحياه دي، نحن لازم نتنفس شويه يعني. والله هي حاجه ايجابيه، لكن بالنسبه لانخفاض الوقود في برضه زيادات ثانيه في اسمه شنو الضريبه برضه بتاثر برضه على الجانب المعيشي يعني. طيب هل يمكن ان يؤدي تخفيض اسعار المحروقات لانخفاض اسعار السلع والمواصلات؟ ايوه اكيد، لان اصلا اسعار السلع الزياده الخياليه دي من اسعار الوقود الزايده، وحيأثر تأثير كبير في السوق، وإن شاء الله حيكون في انخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية للمواطن البسيط. بس في ملاحظة إنه الجاز المرة دي أغلى من البنزين، يعني يا ريت تكون البنزين أغلى من الجاز، لأنه الناس المستفيدين من الجاز المواطنين المساكين، ترحيل المواد والمواصلات وحاجة بشكل عام. الناس المستفيدين من البنزين الناس اللي عندهم إمكانيات، يعني إنه يكون سعر البنزين أغلى من سعر الجاز، لكن هسي الأسعار ما وصلتنا كده بالحقيقة، لكن قالوا الجاز أغلى من البنزين. طبعا الاختلاف والتنوع في آراء المتابعين في آراء الشارع السوداني عموما، خلينا ناخذ تعليقك أستاذ سلمان. وأنا أفتكر يعني كل افاداته كانت ممتازه، واي زول اضاء جانب من الحاجات اللي هو يعني في ناس فرحوا بانه الزياده دي حتنعكس عليهم، لكن حتى الان الفرح ده ما تحقق حقيقي، بيحتاج انه تكلفه النقل ما زالت مرتفعه في النقل، في ناس تحدث عن النقل، اسعار النقل ما زالت مرتفعه، المواصلات الداخليه ما زالت مرتفعه، الشغل بتاع البنزين التخفيض ذاته اثر على اصحاب المركبات الخاصه وما اثر على قطاعات الانتاج اللي هو الجاز اغلى، وده احسن اشار له واحد من المتحدثين انه اسعار الجاز الان اعلى من البنزين، وهو طبعا الجاز استهلاكه للانتاج في الصناعه وفي الزراعه، حتى في انتاج الكهرباء بيحتاج انه مدخل من مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، الناس اللي بيزرعوا في الارياف والغرى والبديان برضه محتاجين للجاز، بالتالي الان في التعريفه الجاز اعلى من البنزين، فدي ملاحظه المفروض الاسعار صحيح، التاثير برضه على السوق يعني زي ما انت ذكرتها، السوق، الترحيل، المنتجات، يمكن المواطن السوداني هو بينتظر تخفيض اسعار الوقود، بالتالي تلقائيا انه بتنقص اسعار المنتجات، اسعار السلع في السوق، الترحيل للحاجات اللي ممكن تنتقل من ولايه لاخرى، فالتاثير ده هل عنده يعني انعكاسات في الواقع الان موجوده ولا لسه؟ يمكن القرار هو صدر امس، الناس بتنتظر كم يوم علشان تشوف التاثير الحقيقي لها. هو طبعا ما المفروض ينتظر كم يوم، لانه هم لما المره فاتت زادت التعرفه طوالي طبقت زياده، يعني هو بتاع الوقود غير السعر في الطرمبه طوالي الناس اشترت به، فبذات المستوى اصحاب المركبات العامه ذاته بتاع النقل الداخلي، السيارات الاجره، النقل للولايات، النقل للبضائع، ده كله طوالي زاد مباشره، فليه هم لما كبوا ثاني يوم المفروض يغيروا تعريفتهم؟ فده لانه الان ما في رغبه، عشان كده انا افتكر السلطات في الولايات، في حكومات الولايات، بالذات النقل الالكتروني في كل ولايه
كيف بتحدد تعريف وزاره الطاقه؟ المفروض تراقب المساله دي وتلزم الناس بتعرف الجديده في النقل الداخلي للمركبات، في النقل بتاع البضائع، في النقل للسفر بين الولايات، وكذلك في المساله بتاع ترحيل البضائع للناس اللي بيعملوا. انا بفتكر انه برضه محتاجين رغابه من اداره الامن الاقتصادي في انه الان بين ايدينا موسم حصاد، يعني حيبدا الجازولين ده برضه المفروض يصل للولايات وامدادات بشكل كبير، لانه تخفيض السعر الان ممكن يستفيدوا منه ناس ويشيلوا تاجروا فيه ويخلق سوق سوداء ويمشي للولايات باعلى من سعره المفروض يصل له، فده برضه محتاج رغابه من جهه الامن الاقتصادي، ومحتاج ايضا رغابه من حكومات الولايات، ومحتاج رغابه من المنتجين نفسهم في انهم لابد يرفعوا صوتهم اعلى في انه يجون الوقود في وقته عشان ما يتأدى يتأثر الحصاد. الان الناس في القضارب بيحتجوا مثلا من الطرمبات بدات تقفل وما تدون الجاز حتى باسعاره، لانه كان في اضراب من اصحاب المحطات وكلاء المحطات هناك، فالان خفضوا لهم السعر، المفروض برضه تزاد الحصه لولايات الانتاج سواء كان في القضارف او جنوب كردفان الى ازرق، المناطق اللي فيها قطاع مطري ومساحات استهلاكهم اعلى للوقود عموما، ممكن تبقى النسب هي نسب بعداله اكثر من انها هي تكون بتساوي في مع ذلك مع احتياج، لانه دي المناطق بتاعت انتاج بتحتاج لفتره بتاع شهرين وثلاثه جازولين لانه يحصدوا انتاج سواء كان في سمسم ولا قطن ولا ذره ولا استاذ نهور. يعني في نقطه محوريه، احنا من فتره زمنيه طويله بنتابع عموما السوق هو ماشي في زيادات مضطرده، ما حصل نقصان لسلعه ما حتى بما فيها الوقود الا في الفتره الماضيه اللي هي دي باعتبارها الزياده الثانيه لها. خلينا نقرا ما وراء هذه الزيادات في الوقت ده تحديدا، يعني هل من اسباب اخرى ما وراء الانخفاض؟ ما وراء الانخفاض لانه هو مرتين متتاليه، يعني حاجه الشعب السوداني ذاته بيكون مستغرب انه هو من فتره زمنيه طويله يمكن المتتاليه للزيادات هي مرتفعه، كل مره احنا بنتابع زياده في سلعه ما، زياده في الضرائب، والان قبل ايام قليله كانت في زياده للضرائب وزياده للعبور وغيرها من الزيادات، لكن هذا الانخفاض في هذا الوقت تحديدا. وطبعا في حاجتين، حاجه اقتصاديه لها علاقه باسعار السلع والخدمات عالميا، باعتبار انه الوقود او المواد البتروليه يعني السودان بيستوردها، اللي بينتجه ما بيغذي استهلاك سواء كان في البنزين ولا الجازولين، فبالتالي السعر العالمي الان فيه في ركود عالمي، ما في طلب على الطاقه ومنتجاتها ومشتقاتها، بالتالي اسعارها نزلت. ايضا الدولار في السوق السوداني الان مستغير، يعني من فبراير وحتى الان مستغير في مستوى محدد، ما زاد من 570 في السوق الموازي ولا السوق الرسمي. وبالتالي ده اذا انت بتستورد بدولار مستغير والاسعار العالميه منخفضه، ده المفروض ينعكس على البرايس او السعر للمستهلك في الدوله المستورده، وده نتاج طبيعي للمعطيات اللي حصلت دي. في جانب ثاني برضو سياسي، اللي هو انه الان الحكومه برضو كونها تقول خفضت واحنا ما شعرين بالعالم برا خفض، هو كسب سياسي للسلطه الحاكمه في انه والله هي مع المواطن وقدرت تعيد ترتيب المشهد وتحس بمشاكله وبأوجاعه، ده جانب ممكن تستفيد منه الحكومه كمكسب. في ايضا جانب سياسي ثاني بانه والله في ضغوط على الحكومه واضرابات في اي حته، حتى الغرف التجاريه الان بتضرب للحديث بتاع غرف النقل للمضربه لانه زادوا رسوم العبور، فهي موازنه وانه خفضوا المواد البتروليه وجاي اعادوا التخفيض بانه زادوا رسوم العبور، فالسياسه متداخله مع القرار الاقتصادي على الاقل في الداخل السوداني مربوط بما يحصل في عالميا. انا افتكر انه من المبكر انه الناس يحسوا الان بانخفاض، لكن الحاله العامه زي ما الناس تتحدث عنه في بحثك فرحانين بالمدارس، الناس اولادهم نجحوا، برضه الناس فرحوا بين الحكومه لاول مره تخفض او نقول لثاني مره تخفض، وبعد ده بيكون في ضغوط من المواطن على اصحاب المركبات العامه، لو تقدر تركبي ركشه برضه لو تركبي تاكسي تضغط عليه اللي يبي حتقول له البنزين ما نزل المفروض تنزل لي، يعني بيكون في حوار انه غصبا عنهم بعد ده مقدمي الخدمات يخفضوا، لكن ممكن يكون في جدل في المساله دي ما لم تتدخل السلطات في انها هو المحور اللي انا عاوز اتكلم عنه تعرفه للسفر في الولايات وللنقل الداخلي ولنقل البضائع حتى السفر والنقل والزيادات الحاصله والثبات عموما في الاسعار للمواصلات وغيرها اللي حتى الان هو ما شهد نقصان، الحاجه دي بتقودنا طوال لانه المواطن قد يتذمر في مقبل الايام من انه اسعار الوقود فعلا هي نقصت، لكن لا زالت الاسعار حتى الان في سواء كانت المنتجات سواء كانت المواصلات سواء كانت يعني خلينا نقول معظم
الحياة العامة اللي هو بيحاول إنه يمارس في حياته الطبيعية هي بتكون مستقرة زي ما هي، ما حصل لها نقصان. ده بيقود لتدمر المواطن بصورة عامة. خلينا نقول القادم إذا لم يتم قبض هذه المنتجات أو الطراحيل أو غيره، والآن المدارس بتشهد زيادات برضو كثيرة في يعني خلينا نقول السنويا، يعني الدفع السنوي والطراحيل للأبناء لو ما تم. وأنا أفتكر إن الجدل ده بدأ من أمس، يعني من أمس الناس اللي بتركب المواصلات العامة حسوا بالمسألة دي، في إنه يعني أنا ما ممكن أركب من السوق المركزي أمشي الكدر ب600، ليه ما يتو نقصوا ليكم فوت نقصوا لينا تنقصوه. من الأول بدأ في جدل، يعني البركب مثلا جاي من الجريف ماشي خرطوم، وجاي من الكلاكة الخطوط الطويلة دي، فبدأ يحتجوا في إنه تزيدوا التعرفة 100%. الآن حصل تخفيض نقصوها 50% على الأقل، يعني لأنه الزيادة كانت 100%، فأنت التخفيض على الأقل 50%، عشان أنا أحس إنك أنت مرتين حصل تخفيض للمواد البترولية أنت ما خفضتها. فالجدل ده مستمر ما بين مقدمي الخدمة أصحاب المركبات العامة بكل مسمياتها وما بين المواطن المستغل للحكاية دي. عشان كده أنا بحس إنه من هنا لعند الأحد لابد الحكاية تحصل فيها تغيير. أما سيارات الأجرة، الناس اللي بيركبوا تاكسي ولا ركشه بده اتفاق، يا تخفض لي يا ما بركب، لانه ديل اسهل وبدوا يعني يستجيبوا للضغوط دي. انا افتكر انه اصحاب المصانع برضه، لانه الجاز نزل الفيرنس نزل، فانت المفروض برضه تخفض سعرك في انك انت لما توزع حصتك الجديده لاصحاب البقالات وكده تغير في التعريفه بتاعتها، عشان هو تنعكس على المواطن. محتارين المواطن كان بيتحمل الفتره الفايته دي ومنتجاتك بأسعار جديدة، فأنت حاول الدول بشرة نقول منتج الشركات كده نزلتها في كل السلع والخدمات، بالتالي إنك بتحسس إن المواطن ده استفاد، لأنه الشركات الآن بتوزع براها سلعها من المنتجات المحلية. أيضا السفر للولايات، يعني الآن الناس بيقول صعب يسافروا وكده، ورجعت نظام مداورة لأنه ما في طلب، فطالما أنت خفضت قبل كم يوم كان في إضراب يعني لأصحاب البساط، في إضراب لرسوم العبور، لكن ما حيقيفوا لأنه هم في النهاية بشغل بمداورة، إنك ماشي مدني تنتظر الباص يكمل، ماشي البيض تنتظر الباص يكمل حتى نمشي للبعده. فإذا كان أنت ما في طلب عليك وصلت للنظام ده بتاع مداورة، فليه بعد ما تخفض الجازولين والبنزين ما تخفض سعر التكلفة عشان الناس يزيد الطلب على السفر؟ يعني في نفس المحور ده، يعني كثير من الشركات أو كثير من المصنعين السودانيين هم وقفوا، يمكن في الفترة الماضية شهدنا إغلاق كثير من المصانع نتيجة لعدم الاستقرار ونتيجة للزيادات المضطردة الماشية. هل ممكن يكون القرار ده عنده تأثير على الناحية الاقتصادية في التصنيع تحديدا؟ طبعا بالتأكيد عنده تأثير، اللي هو إنه ده جزء من العوامل الماشية في الإنتاج، الطاقة كمدخل، لكن في عوامل تانية اللي هي الجبايات اللي اتفرضت عليهم الناس محتاجين عليها، محتاج وزير المالية يعيد ترتيبه، في رسوم محلية من الولايات محتاجة برضه مراجعتها. الأساس العملية الإنتاجية دي قايمة على تكاليف متكاملة، فيها مدخلات إنتاج بتستورد من برا، فيها طاقة، فيها تكلفة عمالة، فيها تسيير، وفي نفس الوقت في رسوم بتدفعها وجبايات، وفي تمويل بنكي، يعني كلها حاجات لما تجي بعد ذاك المنتج النهائي بتحدد سعره. فإذا كان الآن في بعض العوامل تغيرت، فمفروض هو برضه يغير في تكلفته وينقصها للمستهلك ويزيد من نشاطه، لكن ده ذاته متأثر بظروف تانية، إنه المواطن الآن ما أصبح ما عنده قدرة على إنه يشتري احتياجاته. الحياة الغالية دي والظروف الكثيرة دي خلت الناس ما قادرة تشتري كل شيء، يعني بالتالي حتى الأولويات تراجعت لدى المواطن في إنه يستهلكها ويشتريها. جميل، خلينا نتكلم عن في ذات النقطة، يعني الاقتصاد السوداني اللي حصل له تدهور كبير في الفترة الأخيرة، هل من وصفة سحرية خلينا نقول في هذا البصيص الأمل اللي جانا من خلال تخفيض أسعار الوقود، لأنه ينتعش الاقتصاد السوداني مرة ثانية ويعود يعني خلينا نقول من فترات مضت؟ وطبعا الآن في حاجات كثيرة جدا مؤثرة في المشهد الاقتصادي. أولا الضغط السياسي اللي بتعاني منه الحكومة الحالية، ضغط داخلي وضغط خارجي، لأنه في عزلة مفروضة، في حصار مفروضة للحكومة، ممنوعة من مساعدات في صناديق وفي مؤسسات دولية وفي مؤسسات إقليمية بتشارك فيها بحقك كسودان كدولة سودانية إنك تلقى الدعم والمساندة. فالعزلة المفروضة للحكومة وخلت اضطرتها طيلة السنة دي تكون ما فيها ورود ومنح أثرت عليها، لأنه ده جزء من إيرادات الميزانية. بالمقابل الإيرادات الداخلية، الاعتماد على الموارد الداخلية في ظل ما في إنتاج ما في صادر،
ابتلت الدولة تستحدث ضرائب أثرت على القطاعات، زادت التكاليف سلع سواء كان الكهرباء، زادت الرسوم والجبايات، فرضت الضرائب جديدة، زادت القيم ذاتها بتاعتها، وحتى الطرق بتاعت السداد للجمارك كان فيها تقصير توقفت، الدولار الجملكي بقى نفسه زي الدولار الرسمي، فدي كلها أثرت على العملية الإنتاجية وأثرت على الاستيراد، بالتالي أثرت على مستويات السلع وأسعارها وأثرت على التضخم، وده أضعف قدرة المواطن على اشتراء احتياجاته ودخل الناس في فقر وزاد مستوى الفقر كثير، وبالمقابل زاد مستوى الجريمة لأنه أصبحت في جريمة منظمة، أصبحت في جريمة بتاع التسول، أصبحت في جريمة بتاع السطو الليلي، يعني الجريمة الاجتماعية انتشرت، وده نتاج لشنو؟ للسياسات الاقتصادية، في عامل سياسي خارجي اللي هو العزل المفروض على الحكومة والضغوط المفروض عليها، وفي ضغط داخلي بأنه الاحتياج دي برضه أثرت على الناس، ما كل الناس قادرين يجتموا غير يشتغلوا وغير يوزعوا إنتاجهم، وبالتالي برضه أثرت الاحتياج الداخلي أثرت على معاش يعني الناس. من خلال كلامك يا أستاذ نهوري أنه الحاجات الاقتصادية عموما أو النواحي الاقتصادية دي هي أثرت على الحياة الاجتماعية السودانية، أثرت بشكل كبير جدا يعني، وحتى التكافل يعني هنا متواصل هذا معروف بنتكافل مع بعض، يعني انت بتساعد اخوانك واخواتك حتى لو هم محتاجين، لكن من جانب انك انت بتقوم بتساعد بالتكافل الجوانب ده، التكافل ده الان درجته تقلت يعني، وبالتالي ده نتائج لشنو؟ لانه الناس دخلها ضعيف ما غير تصرف احتياجاتها ما بتفكر حتى في غيرها. الكشوفات بتاعت المناسبات ما تكون انتهت. لا هي ما انتهت لكن ما بالشكل زمان يعني انت انت زمان يعني خاصه مع المدارس دي بتساعد اخوانك واخواتك واولادهم، تكون مهتم بالتفاصيل حتى اولادك انت في البيت بتكون مهتم بهم اكثر، لكن الان ما قادر انك تصرف على نفسك، فبالتالي مساله التكافل دي تاثرت. انا والله حزين لها شديد لان احنا اصلا مجتمع قائم على التكافل. جميل. وبنساعد بعض من الاهل والجيران والاسره الكبيره والممتده، وفي ناس محتاجين يعني اصحاب حاجات ربنا اصلا خلق الكون ده قائم على التفضيل يعني. جميل استاذ سنهوري، يعني احنا في ختام المساحه دي خلينا نقول حاجه اخيره كده، في ظل الميزان ما بين المدخلات وما بين يعني المرتبات وغيرها وما بين المصرفات اللي نحن بنصرفها، ما بين يعني العام الخلاص بيودع على نهايات، ويمكن في كثير من الشركات والمؤسسات حتى المالية هي بتعمل في جرودة وشفنا العجز الموجود فيها، وما بين انه في نقصان للوقود وفي زيادات للمرتبات وفي غيرها، يعني ما القادم في ظل اللوحة والصورة المتداخلة وخلينا نقول متشابكة وعقيمة جدا، القادم شنو؟ والله انا افتكر يعني انا متفائل جدا بانه الوضع حيمشي للاحسن شديد جدا لسببين، كل الذين كانوا يحملون اقنعه سياسيه الان سقطت اقنعتهم السياسيه، سقطت في انهم بيدارون التغيير ده يحصلوا معاش الناس، اصبحت كل اقنعتهم دي سقطت، اللي هو الناس اصبحوا كلهم طالبين سلطه، كل الاحزاب السياسيه بغض النظر عن مسمياتها كانت حكمت في الشراكه الاولى او الان دائره تخش المشاريع السياسيه، فبقوا هم المواطنين معريين من انهم هم معهمون المواطن وغيره، وبالتالي الان الدوله الحاكمه السلطه الحاكمه سواء كان الجيش او حكومه المسير هي معنيه بانها تخطط للعام الجديد، ومن الامس بدات بشرائح جديده في الميزانيه الجديده بشكلها، في تحسين معاش الناس، في تحسين الايجور، بناء هيكل راتبي جديد للموظفين، استوعبوا المتغيرات اللي حصلت، الناس اعتمدوا على موارده الذاتيه، ابنوا اقتصاد على موارده الحقيقيه من زراعه وصناعه وصادر خاصه صادر الذهب، عيدوا ترتيب قطاع النفط ده ويزيد انتاجه، فدي بشريات في انه الدوله نفسها السنه الجايه ما حيكون قايم زي ما قام السنه دي، بيعتمد على الضرائب، غيرت في طريقه تفكيرها في نظرتها للحياه، خلاف لذلك المجتمع الدولي بضغوطه وعزلته دي الان لو سنه يعني حقك شنو؟ ما زالت السلطه قائمه ما قدرت تغيرها بالضغوط السياسيه، يبقى المشهد محتاج للناس يتنازلوا ويقعدوا زي ما بيقولوا الكوره خط الكوره في الوطن ويتناقشوا يوصلوا لتسويه سياسيه يفكوا بقى حاله الاحتقان السياسي اللي في البلد ده، بعد ذاك الاقتصاد بينطلق، اما الاقتصاد بمعايير ادارته وسياساته فانا شايف انها ماشيه للاحسن، واتمنى انه يعني تنعكس على معاش الناس، لكن في مشكله اساسيه في انه ما في رقابه من الدوله، انا افتكر انه وزارة المجتمع المدني في حماية المستهلك المفروض تتراقب المسائل دي، الدولة بسلطانة في الولايات المحليات دي برضه المفروض تتحرك إن شاء الله انها تقدم شيء للمواطن يعني.
رأيها يعني أستاذ نهوري عيسى أنها هي تكون رقابة ذاتية قبل ما تكون هي رقابة حكومية أو رقابة قانونية، إنه كل شخص هو منوط به وعمل محدد يكون رقيب على ذاته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى تجي البركة يعني إن شاء الله نتمناها ذلك. شكرا لك كثير الأستاذ الصحفي نهوري عيسى، شكرا لهذا التحليل للخبر اللي ورد أمس عن تخفيض أسعار الوقود، شكرا لك.